بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يلا نعمل حاجة حلوة وسريعة. هنعمل ايه؟ تا بسبوسة. يلا نشوف هنعمل ايه ونكمل. بس نقيد على الشربات الأول، كوباية ونص مية، عليها كوبايتين سكر، تغلي كده ومتعقد. نبقى نحط نص عصرة ليمونة، كيس البنات، ونشوف بقى نعمل ايه. يلا يا حبايبي، هنجيب كده البسبوسة ونحط عليها الزبدة او السمنة اللي عندك، بيتين الزبادي، كيس البسبوسة بياخد معلقة بيكنج باودر صغيرة، طول كيسين، يعني هنحط بتاع معلقتين. معلش انا بصور بشتغل في نفس الوقت، بس هنبسها بقى في بعض، نبس ما نعجنش، مع بسبوسة عشان بتتبس. بسم الله، نفضل نبس كده لغاية ما تطرى خالص. بسم الله، نشوف هتبقى عاملة ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، وكده بسناها خلاص، ودهنا صينية كبيرة كده عشان هما كيسين بالسمنة. وادي الشربات على النار، نفردها بقى في الصينية ونشوف هنعمل ايه. دلوقتي حطيناها في الصينية، نفردها بقى، ندي اللي ايدينا مية علشان ما تلزقش وتتهدم في الايد، حرام. ايه رأيكم كده؟ يلا بقى نحطها في الفرن. والشربات شوية كمان. ان شاء الله حلويات حلويات. اسقيها بقى بالشربات وهي سخنة، وهي سخنة كده عشان تطلع طرية. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. وبألف هنا للي هيجرب وللي هياكل. يلا، وأحلى صينية بسبوسة، وباي باي. وبألف هنا وشفاء يا رب. باي باي.